حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام. لا شك أن وزارة التجارة لها دور فاعل في التعامل مع قطاعات الدولة المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بآلية الرقابة على ضبط الأسعار وقمع الغش التجاري وتشكيل فرق خاصة بهذا الأمر. حول هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي السيد راشد سعد الهاجري، مدير إدارة قمع الغش التجاري والأمين العام للأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة. حياك الله ويانا وأهلا وسهلا فيك أستاذنا الكريم. أهلا فيكم وشكرا جزيلا على استضافتنا، دائما لكم شركاء مع المستهلك. في البداية أستاذ راشد، يعني دوركم كبير وفعال في عملية تنظيم القش التجاري والحفاظ على حماية المستهلك في دولة الكويت سواء مقيم أو مواطن. في البداية يعني هناك أمر استجد لديكم وهو يعني عملية البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، كنا نشوفها كإعلانات داخل المحلات التجارية والآن لم تعد هناك هذه اللافتة، فيليت نشرح الوضع للسادة المشاهدين وندخل في تفاصيل هذا الموضوع. شكرا لك. طبعا هذه لم تأتي إلا من خلال المرسوم الأميري بقانون 39/2014 وهو قانون حماية المستهلك، ومن ضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون جاءت هذه شروط الاستبدال. فأول الشروط أن طبعا ترفع هذه اللائحة من جميع محلات الكويت، يعني أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذه ترفع، وإذا ما رفعت طبعا فيها مخالفة يحال النيابة التجارية المخالفة قانون 39/2014. هذه كلها من صالح المستهلك، طبعا ما في ظلم على التاجر، ولكن جاءت هذه اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل بين التاجر وبين المستهلك. التنظيم جاء من صالح المستهلك لأن قبل ما كان في تنظيم، قبل ما كان يرد، يقول خلاص ما نرده وما نستبدل. الآن في استبدال ولكن بشروط، في استرجاع في يعني المبلغ ولكن بشروط، حدد مواد هي ترجع وحدد مواد ما ترجع. يعني مثلا انت لو رحت شريت زهور مثلا واخذتها ورحت انت برا، ممكن ترجعها بعد ما تستخدمها او هذا؟ لو اخذت كيك او شيء في ملابس مثلا، في نوع من الملابس ما ممكن يرجع. المقاسات لك الخمس ايام عشان تردها اذا كان مقاس، بشرط انه يذكر بالفاتوره. يعني يختلف من محل الى محل؟ لا 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 لا, 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 نعم. اللائحه التنفيذيه على جميع محلات الكويت كامل. شنو اللائحه؟ الاهم الشروط في اللائحه التنفيذيه. اهمها ان انت خلال خمس ايام اذا كان يتعلق بالمقاسات. نعم. اخذت ملابس حق بنتك وتعدي ترجع اي شيء. لكن خلال 14 يوم باقي الاشياء ممكن ترجعها انت، خلال 14 يوم. ممكن المستهلك أن يرجعها، لكن ترجعها بالحالة اللي أنت أخذتها فيها بالباكيت وبالأوراق وكل الأوراق اللي كانت عليه، بحيث أنها هي ممكن تباع. نعم. زين، لا جرم القانون فيها، إذا كان فيها عيب ترجع تأخذ فلوسك دايركت، يعني ما يقول لك والله لا والله. مش كثر المدة مثلاً؟ 14 يوم يمديك انك انت حتى لو سياره. نعم. 14 يوم تبين وياك. صحيح. لكن العيب المصنعي في السياره ممكن يرجع، يعني طرا على عيب وهي تحت الكفاله ترجع، لكن هني يرجع ترجعها وتاخذ فلوسك ولا ترجعها ويستبدلوا لك اياها. اذا كان عيب من حقك انك انت ترجعها وتاخذ مبالغك، او انك انت تستبدل السياره او السلعه بسلعه اخرى. يعني هم يقولوا لك احنا نستبدل لك اياها، تقول ما عندي مشكله بدل لي اياها، بدل لك اياها ساعه ايا كانت، اذا كان فيها عيب مصنعي او اذا كانت تخالف المواصفات والمقاييس، هذه هم بعد هي مخالفه. اذا كانت مقلده او مغشوشه تتخذ الاجراءات القانونيه ضد المحل، ومن ثم يحال النيابه التجاريه على ان ياخذ المستهلك قيمه ما دفع، وبالطريقه التي تم دفعها بعض المحلات الان يقوم بإعطاء كوبون سلع بالقيمة مثلا 50 دينار 150 200 500، يقول لك هذا كوبون ب 500 أنت أي وقت تشتري، هذا ممنوع. يتقدم المستهلك لأقرب مركز من مراكز وزارة التجارة وسيتم إحالته للنيابة التجارية، وقد يقوم وزير التجارة والصناعة من صلاحياته أن يقوم بإغلاق المحل، بأمر إغلاق المحل لأنه خالف قانون 39/2014. هذه اللائحة جميلة جدا ولها فائدة كبيرة جدا للمستهلك إذا كان يسعى أنه يعرف حقوقه وحقوق المستهلك. إحنا من منبركم الآن إحنا نتكلم فيها، من تويتر، يعني أنا عندي صفحة على تويتر
ومن الاعلانات ومشروعنا اللي احنا سوينا 2013-2014 بنص مليون دينار كويتي على الباصات. انتم لاحظتوا يا حول المستهلك انه كان على الباص وكان بالجامعه التعاونيه وكان في بروشرات وزعنا. ففي الصحف اليوميه كان يطلع طبعا اعرف حقك كمستهلك ويعني امور كثيره. احنا تكلمنا عن الفاتوره، تكلمنا عن امور كثيره تخص هذا الموضوع. فنتمنى ان المستهلك دائما يكون معانا لانه هو اليد اليمنى لوزاره التجاره والصناعه في اقرار القانون وارجاع حق المستهلك من خلال التشريعات القانونيه التي يعني اقرت ومن ضمنها 39/2014 اللي هو قانون حمايه المستهلك واللائحه التنفيذيه التي تشرح هذا المواد القانونيه في القانون. طيب انت ذكرت القانون استاذ راشد، لكن اللي حاب انه يطلع على هذا القانون هل لديكم موقع مثلا الكتروني معين؟ الوزاره عندها الوزاره في موقع وزاره التجاره والصناعه، ويكفي انك انت كمستهلك يعني الآن أصبحت أجهزة التواصل الاجتماعي سهلة جدا. أنت فقط تكتب لائحة تنفيذية أو تكتب قانون حماية المستهلك الكويتي يطلع لك بالنت ومفصل بالكامل. يعني يشوف قانون الحماية، قانون حماية المستهلك يعني ممتاز. يعني هناك شروط محددة وواجب تنفيذها من قبل الشركات. هناك بعض الشركات مثلا أنك تسترجع يعني مثلا ملابس على سبيل المثال، نعم، شريتهم من أحد المحلات الكبيرة، خلينا نقول يختلف الملابس. شو الملابس؟ ملابس أطفال على سبيل المثال. خلينا نتكلم في أريحية، خلينا نتكلم أكثر صراحة. الملابس الداخلية ممنوع ترجع. نعم. لا لا لا، ملابس الأطفال نعم. ممكن انت خشرت ملابس اطفال ورحت البيت وطلع عندك القياس، بس انت ذاك الفاتوره ترى انا بوديها عشان الاطفال، انا ما جبتهم معي، ابي عشان اقيسهم، يقول لك ما في مشكله، تكتب الفاتوره زين ان المقاس يعني. لا المشكله مو يرجع ولا ما يرجع، المشكله انه يجبرك يقول لك لا عندنا كوبون نحط لك الفلوس في الكوبون هذا. انت ذكرت قبل قليل ان الكوبون ممنوع ممنوع ممنوع, ممنوع, ممنوع. فهل اذا اتجه تتخذون معاهم اجراءات يعني قويه مع المحلات؟ يستدعى نعم، ويحال النيابة التجارية بهذا الموضوع. ممتاز، يحال النيابة نعم. راح يكون في غرامة عليه للدولة وبإضافة إلى إرجاع حق المستهلك. الكويت تملك قوانين رائعة جدا، تملك 62/2007 وهو قانون قمع الغش التجاري، وتملك قانون 10/79 المعدل ب 117/2013 ومكمل ل 10/79، وفي قانون اللي هو 39/2014 قانون حماية المستهلك الجديد صدر الحين 2014، من اروع القوانين واروع اللوائح التنفيذية اللي نفذت عطت حق المستهلك وصار واضح جدا. انت كتاجر احنا ما يعتدون على حقك، ولكن حق المستهلك يجب ان تحترمه كتاجر. نعم نعم، وهذه مفيد جدا يعني نظم عملية تسويقية بين التاجر وبين المستهلك. زين، احنا دائما نطالع دور إدارة الرقابة او إدارة القش التجاري في اي القمع التجاري في وزارة التجارة انه والله فقط على المولات وعلى السوق وعلى كذا، لكن هل لكم رقابة على السيارات مثلا؟ لكم رقابة على المراكز او مراكز التجميل او الطبية او غيرها من هالامور هذه، على المواد الغذائية؟ هل لكم توسع في هذا المجال ولا مجالكم محدود؟ وكالة الرقابة التجارية تشرف على كل شيء تجاري، جميع محلات تجارية، جميع محلات تجارية بالكويت تشرف عليها. سيارة معدة، اي شيء، ملابس، كل شيء، أغذية، تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، ومحدد لها بالقانون ومفصل لها شنو مخالفتها وشنو حق المستهلك وشنو حق التاجر. يعني انت يعني ما في شيء بالكويت، فقط على المستهلك ان يتقدم بشكوى لأقرب مركز مراكز وزارة التجارة والصناعة ويأخذون حقه. والكثير الكثير من ما يسمعني الآن يعرف ويعي بأن إذا هو اشتكى أنه هو أخذ حقه، حتى يعني كثير من الناس نعم يعني يصل لحقه اذا وصل وزاره التجاره، لكن احنا ندعو المستهلك بل لا يتنازل عن حقه، لانك اذا تنازلت عن حقك وقلت انا والله ماني ما نبي منك شيء، فقط الرقم المدني وتليفونك والشكوى، موضوع الشكوى البيان فقط، ما نبي منك شيء، وبعدين انت تروح احنا راح نوديها اللجنه وندخلها اللجنه وتطلع نوديها للنيابه وراح يطلع حكم فيها. انت مستفيد اول شيء مستفيد انك انت حصلت حقك، وهو يقول لك يمكن ما ابي باكر بالنيابه، ما لازم واخذ اقوال لا ما يعني العمليه نعم. بسيطه جدا، وراح تحصل على حقك وراح تحمي المستهلك اللي بعدك نعم. من ذلك. ليش؟ لانك انت اشرت على شبه تاجر غير ملتزم.
لان انت تعرف التاجر الكويتي مو مجامله، التجار الكويتيين معروفين بامانتهم وصدقهم، والان تعاملهم رائع جدا، ولكن هناك من دخل علينا بالكويت ودخل ثقافات جديده، وممكن بلده انه ممكن يلعب، لكن بالكويت عندنا القانون يحرم ويجرم ذلك. ممتاز. طيب اذا يعني هناك بعض المحلات تتجاوز الاسعار بغلاء الاسعار، ترفع اسعارها او يعني تعمل عرض معين مثلا لرفع السعر في اي يعني اي شيء كان، سواء مواد غذائيه ولا ملابس ولا غيرها ولا سيارات من هالامور هذه، هل هناك يعني قانون يضبط هذه العمليه ولا الى الان يعني القانون فيه شوائب في هذا؟ ابدا، القانون جدا رائع، واحنا انا من ضمن الناس اللي ساقوا هذا القانون. نعم. واللائحه التنفيذيه تحدد بالضبط، ولا يجوز لاي تاجر ان يقوم بعمل تصفيه او تنزيلات او عروض مجانيه او هدايا. نعم. الا بالرجوع لاداره حمايه المستهلك واخذ ترخيص ودفع رسوم ومن مده من تاريخ كذا لتاريخ كذا، ويحدد السلع اللي موجوده راح تدخل عشان نعرف الخصم هذا صحيح ولا لا. ونعم، وهي طبعا لتعلم انهم يطلبون فاتوره قبل شهرين حتى يطلع على ان انت فعلا ان هذا التاجر يبيع بسعر معين صحيح، والان مثلا كان يبيع ب 20 دينار واليوم 15 عملها ب 15، يعني يعني تنزيلات حقيقيه، ليس كبعض الدول. احنا انا رحت طلعت شفت برا ما يسالون عن شيء، يجي يحط تنزيلات وسلام عليكم مع السلامه. نعم. عندنا بالكويت لا، هذا شيء منظم والله. ايضا في اوروبا وامريكا شغله منظمه جدا، احنا منظمين يعني بالفعل، يعني الخصم خصم ما في مجال، يعني احنا منظمين، واحنا ان شاء الله يعني فعلا تجد يعني فعلا تجد مثلا في جاكيت مثلا كان ب 50 دينار ويبيعونه، بعد فتره تجي حاط عليه 50% علشان في سلع جديده جايه ويبي يمشي الكميه هذه، فياخذ رخصه ويبيع في هذه الكميه ويخلصها عشان من صالحه ومن صالح المستهلك، واحنا نرحب دائما بهذه، لان دائما علشان احنا نحقق رغبة صاحب السمو الله يحفظه لما يقول أنا يعني أتمنى أن تكون الكويت مركز مالي وتجاري، كيف إحنا نصل لهذه الفكرة أو الفكر اللي قاعد يتكلم عنه أو الصورة اللي في ذهن صاحب السمو الله يحفظه، في أن نحن نعمل على هذا الأمر، نخلي المحلات كلها تعمل هذه، يصير عندنا رواج، يصير عندنا تنزيلات، يصير عندنا عروض مجانية، يصير فيه خصومات، حتى أن اللي بالخليج الناس لما يزورنا يشتري يقول والله الكويت يعني في متوال يد أني أشتري، بالمقابل ان هناك دول خليجيه اصبحت غاليه جدا، فيطلع من هناك يجي عندنا، فيصير عندنا ايش؟ رواج بالتجاره وتحرك. طيب. راس المال يتحرك اكثر، بالتالي الكويت تصبح كما يعني راها وصاحب السمو الله يحفظه. الله يحفظه ويرعاه ان شاء الله ويطول بعمره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ راشد، يعني هناك فترات معينه للخصومات للمحلات في اغلب الدول قاعد نشاهدها في السمر في الصيف. نعم. وايضا في الربيع. نعم. ففي وقت الاجازات فيعني هل لدينا اوقات تحديد اوقات معينه حتى تكون هناك ليس فقط مهرجان هلا فبراير او غيرها، لا نبي يعني مثلا في الصيف في الكامل مثلا والله خلال فتره شهرين او ثلاث شهور ولدينا خصومات كثيفه حتى الناس حتى ما جميل تروح تطلع. جميل، هذه بالفكره اللي قاعد تقولها الان. نعم. هذه الفكره هي من افكار اللي قاعد يدعو لها صاحب السمو علشان الكويت تتغير تصير اكثر مدن. نعم. اكثر تجاره، اكثر يعني حريه او يعني تدفق السلع، لانك اذا بعت ونزلت وبعت واشتريت وبعت معناها ان راس مالك دار بسرعه. بفعل. اصبح احنا عندنا وفره وعندنا تنوع اكثر، عندنا مساحه من الاختيار للمستهلك في انه يشتري، هذه حددها القانون في إن انت كم مره يحق لك، ولكن انت متى؟ لا هذه يرجع لك انت كتاجر، انا اليوم انا عندي سلع كثيره وتوني جايبهم، ما اقدر اسوي تنزيلات وخصومات، لكن انا يعني صار لها عندي 4 أشهر فجاية سلع ثانية أو جاي موسم هلا فبراير فأنا بشارك، فأروح عامل تنزيلات تخفيضات أو عروض مجانية أو هدايا، وبالتالي أنا أكسب في هذا الموسم. فالوزارة تدع هذا الشيء للتاجر حتى أنه تعطيه مرونة في أنه هو يقدر حرية في أنه يتصرف بضاعته. طيب ما هي الجهات التي تتداخل مع وزارة التجارة في عملية الرقابة؟ عندنا جهات كثيرة تتداخل مع وزارة التجارة في أعمالها، مثلا إحنا نقول لو أن واحد اشتكى على عندك سيارة واشتكيت. نعم. فاحنا يعني ما احنا ميكانيك احنا او احنا فنيين، ناخذ هذه السياره ويودونها للفحص الفني بوزاره الداخليه، هذا جزء، ويفحصون يعطونا تقرير حتى يطمئن القاضي لان فعلا العطل فيها كذا وكذا وكذا، فهذه جهه لاثبات. عندنا الادله الجنائيه، اذا لقينا مقلد
فاحنا وين نوديه؟ نوديه الادله الجنائيه عشان يفحصون المقلد والاصلي ويعطونا تقرير يطمئن له القاضي باصدار حكمه بانه من جهه رسميه. عندنا مختبر الادويه بوزاره الصحه، اذا عندنا دواء نرسل له. عندنا في ادويه مو مسجله احيانا. عندنا في الهيئه العامه للمواصفات، الهيئه العامه للصناعه فيها المواصفات والمقاييس، نرسل لها كذلك. عندنا جهات مع الجمارك، مع البلدية بلدية الكويت، فعندنا جهات كثيرة نرتبط معها احنا. نعم. كذلك انا ودي انوه اقول ان هذا القانون 39/2014 اوجد فرض، يعني الزم بانشاء الهيئة، انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وهذا شيء نوعي بالكويت توه صار، يعني صار لها الحين سنة. نعم. الآن الهيئة راح تقوم بأعمال كبيرة جدا من صالح المستهلك في الكويت، ولها أمين عام، وأنا الأمين العام لهذه اللجنة، ونستقبل فيها الشكاوي وتحال، وممكن هي تتخذ قرار لما يصير بينك وبين التاجر إشكال في رد واستبدال السلع، وممكن تتخذ قرار يستطيع التاجر أن ينقض بالمحكمة. ممتاز. الصيدليات تم تعميم عليهم الأسعار موحدة، يعني الأسعار خليتوها موحدة ما بين الصيدليات، ولكن هناك أدوات تجميل قاعد تستخدم أو تباع داخل الصيدليات تختلف أسعارها وتتفاوت من صيدلية إلى صيدلية، هل هذه تدخل من ضمن الرقابة اللي ممكن تراقبون عليها وتخالفونهم؟ أولاً ودي أعطيك جزئية أنا، بالنسبة للأدوات التجميل والنسائية، هذه الأشياء لا تحدد أسعارها، دولة الكويت الاقتصاد فيها مفتوح وما تحددها الدولة، ولكن هناك منافسات. انت الاقتصاد عشان يكون متعافي يجب يكون في منافسه مشروعه، منافسه مشروعه، انت تبيع وانا ابيع، انت في مجمع ايجاره 2000 دينار انا 500، فالسلعه تبيعها انت بدينارين انا ابيعها بنص دينار. نعم. على حسب، ولكن التنافس رائع جدا يكون في هذا. نعم. ووزاره التجاره ما تحدد اسعار. نعم. ما تحدد في المادة الثانية من 10. أنا ما قلت تحدد، قلت هل تخالف أو تراقب. إحنا الراغب وين؟ نعم. لما يكون هو مقلد أو أن عليه سعرين، هذا إحنا نخالف. ممتاز، كل الشكر لك أستاذ راشد الهاجري، ويعني شاكرين تواجدك معنا في مساء الخير. شكرا جزيلا لكم. الله يسلمك. إذن مشاهدينا الكرام نأخذ فاصل قصير ومن ثم نعود لنبدأ معكم أيضا حواراتنا القادمة. نأخذ فاصل قصير.